في ظل موجة الحرارة التي تشهدها بلادنا ابتداء من هذا اليوم، فضل عدد من المصطافين التوجه إلى الشواطئ، السبيل الوحيد للتخفيف من ارتفاع الحرارة. لكن عكس ما كان متوقعا، فقد تفاجأ المصطافون الذين ارتادوا شواطئ غدير بأجواء رطبة ومعتدلة. نتوقع ان الحرارة غتكون بزاف، ولكن الحرارة جات ماشي كاع شي حرارة مرتفعة، ولا حرارة هي هذيك اللورمان، ماشي شي حاجة كثيرة بزاف. هنا من دقائق تملل خلينا الاجواء تما سخونه، جينا هنا تفاجئنا لقينا هنا الحال بارد، الجو زوين، البحر تما بارد. وعلى الرغم من اتساع شواطئ غدير وجاذبيتها، الا ان الهاجس الذي يقلق عدد من المصطفين هي كثره النفايات التي يخلفها بعض مرتادي الشواطئ. مشينا جيت مارينا لهيها وبالي دوغوزي، كتلقى واحد شويه رمله لقيه هنايا، كاين واحد شويه تاع في الرمله كاين واحد الاشكاليه واحد شويه، بحال مثلا السيجاره، لي كوجاك، المهم بحال الازبال، هما اللي كيكون هنا بزاف لاكور. ملي كتحرق العشيه كلشي كيمشي، كيبقى الزبل، واخا كاينين دوك لي بوبيل ديال الزبل، ما الناس ما كتحترمش هذا الشيء. ثانيا كاين واحد عامل الاحترام ما كاينش في الناس، كاين بزاف الجيل ديال دروك صراحه ما شاء الله. اذا موسم الاصطياف بدا، وعلى المصطافين الالتزام باجراءات السلامه والوقايه. فارق الحياة اليوم بإحدى مصحات الإسكندرية الفنان